موقع نبض الفرقان يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا إلى يوم يبعثون. أما بعد، فهذا هو الدرس 46 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع. نعم، فهذا هو الدرس 45 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للإمام العلامة أحمد ابن موسى الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في 13 من شهر ربيع الثاني من عام 37 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا قد وصلنا أيها الإخوة قبل الإجازة إلى نهاية صلاة الجمعة، ونستأنف درسنا بباب صلاة العيدين. فما مناسبة هذا الباب، باب صلاة العيدين، لما قبله من الأبواب؟ ما قبله من الأبواب تحدث المؤلف عن أحكام الصلاة، والمقصود بها أحكام الصلاة الدائمة، يعني الفرائض الخمس، وتحدث كذلك عن التطوعات. فكان من المناسب أن يتحدث بعد ذلك عن الصلوات غير الدائمة. فبدأ بالجمعة، ثم ثنى بالعيدين، ثم سيثلث بالكسوف، وسيربع بالاستسقاء. فلماذا هذا الترتيب أيضا؟ لماذا قدم الجمعة على العيدين؟ قال أهل العلم: لأن صلاة الجمعة متفق على فرضيتها، وأما صلاة العيدين فمختلف في فرضيتها، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. فكان من المناسب أن يقدم المتفق على فرضيته على المختلف في فرضيته. أيضا قوله باب صلاة العيدين، العيدان مثنى عيد، والعيد مشتق من العود، مشتق من العود لأنه يعود ويتكرر. وقلبت الواو ياء، الواو قلبت ياء فقيل عيد، ولم يقل للعيد عود، وإنما قيل عيد. فلماذا؟ لأنها ساكنة وانكسر ما قبلها، لأنها ساكنة وانكسر ما قبلها. فيشق أن تقول عود إذا كسرت العين وسكنت الواو، فانقلبت الواو ياء، فانقلبت الواو ياء لأن الواو ساكنة وما قبلها مكسور. ومعلوم أن الذي يناسب الكسر هو الياء، الذي يناسب الكسر هو الياء، فقيل له عيد. وجمعه أعياد، ولم يجمع على أعواد، مع أن الأصل أنه مشتق من العود بالواو، فلما لم يجمع على أعواد وإنما جمع على أعياد؟ قيل لأن المفرد عيد ملازمة للياء، وقيل وهذا هو الأشهر لأنه بهذا نفرق بين أعواد الخشب وبين الأعياد. فلو قيل للأعياد أعوادا على أن الأصل أنها بالواو، لكان في هذا التباس بين أعواد الخشب وبين الأعياد. وتقدم أنه سمي عيدا لتكرره ولعوده. وعلى هذا يمكن أن نعرف العيد في الاصطلاح بأنه اجتماع فرح وسرور وشكر يتكرر في أوقات محددة. إذن اجتماع فرح وسرور وشكر يتكرر في أوقات محددة. ويقسم أهل العلم العيد إلى قسمين: عيد زماني وعيد مكاني. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تتخذوا قبري عيدا. هذا يتحدث عن العيد المكاني أو الزماني؟ نعم، عن العيد المكاني، أحسنتم.
وأما العيد الزماني فلما قدم النبي عليه الصلاة والسلام ولأهل المدينة عيدان، قد ورث أهل المدينة ذلك عمن قبلهم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أبدلهم بعيدين، بعيد الفطر وعيد الأضحى، فهذان عيدان زمانيان. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام عن يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق، قال بأنها أعيادنا أهل الإسلام، فاجتمع في ذلك العيد الزماني والمكاني. ولهذا فأعياد المسلمين ثلاثة: عيد أسبوعي وهو الجمعة، وعيدان في السنة. ومن أهل العلم من ألحق بناء على الحديث المتقدم الصحيح، من ألحق خمسة أيام أو أربعة أيام وهي عرفة وأيام التشريق بعيد الأضحى، منهم من ألحق ذلك بعيد الأضحى. وما عدا هذه فإنها ليست لنا أهل الإسلام، كل ما ابتدع من الأعياد بعد ذلك فإنها ليست لنا، وإنما هي أعياد محدثة مبتدعة لا يحل إقامتها ولا الاحتفال بها. قال المؤلف رحمه الله: وهي فرض كفاية، أي صلاة العيد فرض كفاية، صلاة عيد الفطر وصلاة عيد الأضحى. والسبب في جعلها فرضاً ما دل على ذلك من أدلة، منها قول الله جل وعلا: فصلي لربك وانحر. فمن أهل العلم من قال المقصود بهذه الصلاة صلاة ماذا؟ عيد الأضحى، ويلحق بها عيد الفطر، ويلحق بها صلاة عيد الفطر. وأما جعلها فرض كفاية فلأنها من شعائر الإسلام الظاهرة، والقاعدة المعروفة في الشعائر الظاهرة أنها تجب، أنها تجب. ولهذا قد تقدم معنا أن أي أهل بلدة يتركون الأذان فإن الإمام يقاتلهم. لماذا؟ لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة. كذلك هنا صلاة العيد من شعائر الإسلام الظاهرة فلها ذات الحكم. وهل هذا محل إجماع؟ يعني ما ذكره الحنابل من أن صلاة العيد فرض كفاية هل هو محل إجماع؟ الجواب لا، بل في المسألة نزاع. فمن أهل العلم من ذهب إلى أن صلاة العيد فرض على الأعيان، فرض على الأعيان، على المكلفين البالغين من الذكور فقط دون الإناث. وعلى هذا الحنفية، وهي رواية في مذهب أحمد رحمه الله، وانتصر لهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واستدل على ذلك بحديث أم عطية. تحدث أم عطية رضي الله عنها فتقول: أمرنا أو أمرنا أن نخرج العواتق والحيض وذوات الخدور في العيدين. فالأمر الآن إلى النساء فضلاً عن الرجال، فضلاً عن الرجال. ولهذا لما قيل للنبي عليه الصلاة والسلام: إن إحدانا لا يكون لها جلباب، فقال عليه الصلاة والسلام: لتلبسها أختها من جلبابها، يعني ما عذرها بل أمرها بالحضور. حتى الحيض اللواتي لا تلزمهم، لا تلزمهن الصلاة أصلاً ولا تقبل منهن، أمرهن عليه الصلاة والسلام بالحضور، أي بحضور صلاة العيد. لماذا؟ حتى تشهد الخير ودعوة المسلمين. وذهب بقية الأئمة الأربعة إلى السنية، وهو المالكية والشافعية، فذهبوا إلى أنها سنة مؤكدة، واستدلوا على هذا بالمواظبة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد واظب على هاتين الصلاتين وما تركهما البتة، وكذلك الصحابة من بعده رضي الله عنهم وأرضاهم. بل بالغ بعض أهل العلم فذهب إلى أن صلاة العيد تلزم حتى النساء، تلزم حتى النساء، والدليل ما تقدم، والدليل ما تقدم من حديث أم عطية عندما أمرت العواتق وذوات الخدور، وذوات الخدور بشهود هذه
الصلاة. وبعضهم أيضا يستدل بما جاء في مصنف ابن أبي شيبة عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: حق على كل ذات نطاق الخروج إلى العيدين. حق على كل ذات نطاق، من هي ذات النطاق؟ المرأة. حق على كل ذات نطاق الخروج إلى العيدين، يعني من وجدت ما تستر بها، ما تستر به شعرها ووجهها ونحو ذلك، فإننا نلزمها بالحضور. فهذا بسند لا بأس به. وبعض أهل العلم رفع هذا الحديث، وقد جاء في مسند أحمد مرفوعا، قد جاء في مسند أحمد مرفوعا، لكن الموقوف أصح منه. وعلى هذا الشوكاني وقبله محمد بن إسماعيل الصنعاني، وكذلك يعني شيخ الإسلام رحمه الله في بعض فتاوى فهم منه أنه يلزم النساء، أو أنه احتمل هذا لهن، حيث قال: وقد يقال بوجوبها على النساء. وقد يقال بوجوبها على النساء، كأنه يستحسن هذا القول وإن لم يصر إليه أو يرجح ترجيحا ظاهرا. هذا يا إخوة كله يدل على أن الرجال من باب أولى. فأوسط الأقوال أن يقال إن صلاة العيد فرض عين على الرجال دون النساء، والنساء يؤمرن أو يؤمرون بالحضور إلى صلاة العيد أمر استحباب، يؤمرون بالحضور أمر استحباب، وتلزم المرأة إذا أرادت الحضور أن تتجنب الزينة، ولا تقول هذا، ولا تقل هذا يوم عيد فتتعطر أو تبدي شيئا من محاسنها. بل أهل العلم نصوا على أن المرأة الشابة التي يخشى منها الفتنة أنها لا تحضر أصلا، لا تحضر أصلا. وبعضهم جعل الحضور للعجائز أو للواتي لا يشتهين، لأنه يوم عيد ويغلب فيه أن يتزين الناس فيخشى فيه من الفتنة. على كل حال، الصواب في حكم صلاة العيد إن شاء الله تعالى أنها فرض عين على الرجال، فرض عين على الرجال، والأدلة في ذلك قد تقدمت. قال رحمه الله: إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام. تقدم أن هذا الحكم في كل شعيرة ظاهرة، وصلاة العيد شعيرة ظاهرة، فلو تركها أهل بلد متفقين على ذلك فإن الإمام يقاتلهم ولا يقتلهم قدر الطاقة. وفرق بين القتال والقتل، فلو قلنا يقتلهم أي يتعين أن يقتل أحدهم، ولو قلنا يقاتلهم أي يجهز جيشا ويدخل تلك البلدة ويحرص على أن يعود أولئك إلى شهود هذه الصلاة وإلى إقامتها، فإن فعلوا أمسك عن قتالهم. ولهذا فلا يقال بسبي نسائهم، ولا يقال بما يقال من مقاتلة أهل الكفر، وإنما هو لمصلحة معينة، وهو أن يعودوا إلى تلك الشعير الظاهرة، كما لو اتفق أهل بلد على ترك الأذان أو غيرها من الشعائر الظاهرة. ثم شرع رحمه الله تعالى بعد أن بين حكمها، شرع في ذكر وقتها، فقال: ووقتها يعني وقت صلاة العيدين، ووقتها كصلاة الضحى. وقد تقدم أن المؤلف رحمه الله تعالى يعلق بعض الأبواب ببعضها، فيحيل أحيانا على ما سيأتي، وأحيانا يحيل على ما مضى. والسبب في هذا والله أعلم هو حتى يحرك الأذهان وينشطها إلى مراجعة تلك الأبواب. ولأن طالب العلم إذا جعلت له قاعدة وجمعت له جمعا من الأحكام، أو جعلت له حكما واحدا لمجموعة من المسائل، كان ذلك أدعى إلى ضبطها. فكأنه يقول لك: وقت صلاة الجمعة ووقت صلاة العيد ووقت صلاة الضحى واحد. فإنه لما تحدث عن صلاة الجمعة أحال إلى الضحى، والآن تحدث عن العيد كذلك يحيل إلى الضحى. فهو يريد أن يربط طالب العلم، أن يجعل طالب العلم يربط المسائل بعضها ببعض. أما وقت صلاة العيد كصلاة الضحى فهذا محل اتفاق بين العلماء، فإذا ارتفعت الشمس قيد رمح
بدأ وقت صلاة العيد وينتهي قبيل الزوال، قبل أن يدخل وقت النهي وينتهي قبيل الزوال. وهذا محل اتفاق بين أهل العلم، وقد دل على ذلك أدلة من السنة، من ذلك ما جاء عند أبي داود أن عبد الله بن بسر رضي الله تعالى عنه وأرضاه خرج مع الناس في يوم فطر أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام، الإمام في ذلك الوقت تأخر، وهذا دليل إخوة على ابتداء وقت صلاة العيد. حديث عبد الله بن بسر دليل على ابتداء وقت صلاة العيد وأنه من ارتفاع الشمس كده رمح. فلما خرج عبد الله بن بسر رضي الله عنه مع الناس في ذلك العيد سواء كان عيد فطر أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام، الإمام تأخر، ثم قال رضي الله عنه: إن كنا، يعني يقصد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح، قد فرغنا ساعتنا هذه حين التسبيح، يقصد صلاة الضحى، يقصد صلاة الضحى. ولو أردنا أن نأتي بدليل على انتهائها فقد جاء أيضا عند أبي داود عن أبي عمير ابن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عمومة له من الأنصار أو أحد عمومته من الأنصار قال: جاء ركب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، يعني هلال ماذا؟ شوال، أحسنتم، يعني هلال شوال، وهم الآن صائمون أو مفطرون، هم الآن صائمون يعني، وهذا إن شاء الله سيأتينا أيضا بالتفصيل في أحكام الصيام. يعني جاءهم رجل وهم في نهار اليوم 30 من رمضان في الصباح، فجاءهم ركب، جاءهم ركب وقالوا: يا رسول الله، ونحن في طريقنا إليك قد رأينا الهلال، قد رأينا الهلال. فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا صنع؟ أمر الصحابة أن يفطروا، لأنه ثبت أن هذا اليوم يوم عيد والصوم في يوم العيد محرم، فأمرهم أن يفطروا، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم. يعني تصبح صلاة العيد في نفس اليوم أو في اليوم الثاني؟ في اليوم الثاني. لماذا؟ لأن هؤلاء إنما أتوا بعد زوال الشمس، كما جاء في بعض الألفاظ قال: وذلك بعد زوال الشمس. لكن لو أنهم أتوا قبل زوال الشمس لصلوها في نفس اليوم، فلما أتوا بعد زوال الشمس أتوا وقد انتهى الوقت، فقضوا صلاة العيد في اليوم الذي يليه. قال رحمه الله: وآخره الزوال، ودليله الحديث المتقدم: فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد، للحديث أيضا المتقدم حديث أبي عمير بن أنس بن مالك عن عمومة له من الأنصار، حديث الركب الذي سقته قبل قليل. قال رحمه الله: وتسن في صحراء، أي تسن صلاة العيد في صحراء، أي فلا تكون في المساجد وإنما تكون في الصحراء. ودليل ذلك حديث أبي سعيد الخدري المتفق عليه، حديث أبي سعيد الخدري المتفق عليه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، إلى المصلى، ومعلوم أن المصلى يختلف عن المسجد. هل الحنابلة على هذا في كل الأماكن أو عندهم استثناءات؟ عندهم استثناءات، وهذا الاستثناء هو مكة، فإن الحنابلة رحمة الله عليهم يرون أن المسلمين في مكة لا يصلون في الصحاري وإنما يصلون أين؟ يصلون في المسجد الحرام، وذلك لفضيلة الصلاة في المسجد الحرام كما هو معلوم. واستدلوا على هذا بأنهم قالوا إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون العيد في المسجد الحرام. ومن أهل العلم من قال: بل حديث أبي سعيد المتقدم عام، فيشمل أن يصلي الناس صلاة العيد في المصليات حتى ولو كانوا في مكة، ولو كان هناك نظر لمنزلة المسجد وأهميته وترتب الأجر على الصلاة فيه لم يخرج عليه الصلاة والسلام إلى المصلى، لأن الصلاة في مسجده لها منزلة ولها مزية ولها فضل، وهي بألف صلاة.
فدل على أن ترك الصحابة الصلاة في المصلى وصلاتهم في المسجد الحرام إنما هو لسبب آخر غير فضيلة المسجد الحرام. منهم من قال لسبب ضيق أطراف مكة وضيق ممراتها عبر الجبال، يعني ليس هناك مكان مناسب في مكة في ذلك الوقت، لأن مكة أكثرها جبال وطرق ضيقة، فليس هناك مصلى يناسب الناس، قد يكون هناك مكان بعيد لكن لا يناسبهم ويشق عليهم. وعلى هذا فرتب بعض أهل العلم أن مكة إذا وجد فيها مصلى فإن المستحب أن يصلى فيه، فإن المستحب أن يصلى فيه. وعلى كل حال الأمر في هذا واسع. قال رحمه الله: وتقديم صلاة الأضحى وعكسه الفطر، أي ويسن أيضا أن نقدم صلاة الأضحى. المقصود بالتقديم هنا يعني التبكير، أي أن نصلي صلاة الأضحى في أول وقتها. وما أول وقتها؟ إذا ارتفعت الشمس قيد رمح، يعني بعد الشروق بنحو 13 دقيقة تقريبا نبدأ بصلاة عيد الأضحى. ولهم في ذلك تعليلات، قالوا لأن المسلمين في صلاة الأضحى لهم شعيرة أخرى عظيمة وهي ذبح الأضاحي، ولأن المستحب للمسلم ألا يأكل في ذلك اليوم أول ما يأكل إلا من أضحيته، فكان من المناسب أن يبكر بالصلاة بصلاة عيد الأضحى حتى يتسنى له ذبح الأضحية والأكل منها. أما لو أبطأ على الناس، لو أبطأ الإمام على الناس وتأخروا في صلاة عيد الأضحى لشق عليهم أن يمكثوا دون طعام حتى يذبحوا أضاحيهم ويأكلوا منها. وعكسه عيد الفطر، يعني أن عيد الفطر لا يكون في أول وقته، يعني أن صلاة عيد الفطر لا تكون في أول وقتها، بل إذا ارتفعت الشمس قيد رمحين وليس قيد رمح واحد. واستدلوا على هذا أيضا بدليل وتعليل. أما التعليل فقالوا إنه يستحب للمسلم في عيد الفطر أن يطعم قبل أن يذهب إلى صلاة الفطر بعكس صلاة عيد الأضحى، فهنا يجعل وقت ليأكل فيه. لكن في الواقع يا إخوة هذا تعليل فيه نظر، يعني هل يحتاج إلى وقت طويل حتى يأكل فيه؟ الأكل عبارة عن تمرات لن تأخذ منه نصف دقيقة أو أقل من ذلك، يأكل بعض التمرات اليسيرة، فهذا في الواقع لا يأخذ منه وقتا طويلا، فالتعليل بهذا فيه نظر. وأما الدليل فقد جاء من حديث عمرو بن حزم أن النبي عليه الصلاة والسلام كتب إليه، الكتاب المعروف الذي أرسل إلى عمرو بن حزم، أنه كتب إليه أن عجل صلاة الأضحى وأخر صلاة الفطر. وهذا لو ثبت لكان إليه المنتهى، لكنه في الواقع حديث ضعيف لا يثبت، إذ في سنده رجل متروك، فالحديث لا يثبت. ولكن الدليل على هذا أن يقال لعل المسألة مسألة إجماعية، يعني تأخير صلاة الفطر، صلاة عيد الفطر وتقديم صلاة عيد الأضحى هي مسألة إجماعية. وقد ذكر ابن قدامة في المغني رحمه الله تعالى نقل عدم الخلاف فقال: ولا أعلم في هذه المسألة خلافا. فيظهر الله أعلم أن الدليل هو الاتفاق أو عدم نقل الخلاف على القول به، ولا نستدل بالحديث المتقدم ولا بالتعليل الذي لعيد الفطر. قال رحمه الله: وأكله قبلها، يعني يسن لك أيها المسلم أن تأكل قبل عيد الفطر، قبل صلاة عيد الفطر. وقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أراد أن يغدو إلى صلاة الفطر يأكل تمرا. وهناك رواية أخرى في البخاري لكنها جاءت معلقة ذكر فيها عدد هذه التمرات أو على الأقل نوعها، يعني هل هي شفع أو وتر، فقال: يأكلهن وترا. لأن من أهل العلم أن يقول لم يثبت في هذا الشيء، لا في الواقع ثبت في هذا الحديث، حديث البخاري، وإن كان معلقا لكنه
قد وصل من طرق أخرى، فقد وصله الإمام أحمد رحمه الله تعالى بسند صحيح. فعلى هذا نقول يستحب لك أن تأكل تمرا وأن يكون ذلك وترا، وأن يكون ذلك وترا، لكن لا يحدد بعدد معين، لا يقال 3 ولا 5 ولا 7 ولا 1، وإنما يقال وتر، يقال وتر، وما يتيسر لك فإنك تأكله. لو قال إنسان أنا ما عندي في بيتي مثلا تمر وأريد أن أكل أي أكل، قطعة خبز، يعني أكل شيئا من الطعام الموجود في المنزل، فاكهة أو ما شابه ذلك، هل أنال حظا من السنة أو لا؟ فما رأيكم في هذا؟ قال أنا ما عندي تمر لكن سأكل أي طعام، المهم أني لا أفوت شيئا من السنة ولو بأن أطعم أي شيء. تفضل. نعم، نال شيئا من السنة، لأنه جاء في بعض الروايات إطلاق الطعام، جاء في بعض الروايات إطلاق الطعام. فعن بريد، عن بريد بن حصيب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. وهذا الحديث عند الترمذي وقد حسنه، وابن حبان صححه، فالحديث لا بأس به. فنقول حينئذ إن لم تجد تمرا فتطعم أي طعام، المهم أن تأكل شيئا قبل أن تذهب إلى عيد، إلى صلاة عيد الفطر. قال رحمه الله وعكسه في الأضحى لمضح، عكسه في الأضحى لمضح، وفي بعض النسخ إن ضحى كما بين عندكم في الحاشية. يعني ما معنى قوله وعكسه في الأضحى إن ضحى؟ أي أنه يأكل بعدها، في عيد الفطر، في صلاة عيد الفطر يأكل قبلها، طيب في صلاة عيد الأضحى يأكل بعدها، لكنه جعل قيدا فقال لمضح، والنسخة الأخرى إن ضحى. ويفهم أنه إن لم يرد الأضحية، إذا ما عنده أضحية، فإنه لا يسن له أن يتأخر حتى يصلي صلاة عيد الأضحى ثم بعد ذلك يأكل. فهل هذا مقصود؟ نعم، هذا مقصود، هذا مقصود للمؤلف، ولعل هذا هو الأقرب، لأن حديث بريدة المتقدم يفيد هذا. فالمقصود أنه إن كان عنده أضحية شرع له ألا يطعم شيئا حتى يصلي صلاة عيد الأضحى ثم يذبح أضحيته ثم يأكل منها. وذكر الفقهاء أنه يأكل منها ما يطبخ سريعا ويشوى سريعا مثل الكبد، فالكبد في أصلها دم، فلذلك لا يأخذ شيئها وقتا، يعني دقائق يسيرة حتى يطفئ جوعته، فهذا يوم أكل وليس يوم صيام. المقصود أنه إذا كان له أضحية نعم يشرع أن لا يأكل حتى يأكل من أضحيته، لكن إن لم يكن معه أضحية فإنه لا يسن له أن ينتظر، لا يسن له أن ينتظر، وإنما إن أراد أن يأكل أكل وإن لم يرد فله ذلك، لكن لا يعلق هذا بأنه سنة. قال رحمه الله وتكره في الجامع بلا عذر، أي بل تصلى في المصليات، ويكره أن يصلي الناس في المساجد الجوامع إلا لعذر. ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا، أعني الدليل على أن صلاتها في المساجد دون عذر مكروه، هو مخالفة السنة. حديث أبي سعيد الخدري المتقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصليها في المصلى، فإذا صليناها في المساجد خالفنا السنة، وهذا يقتضي الكراهة. وما الدليل على أننا نصليها في المساجد إذا كان معنا عذر؟ في ذلك أدلة كثيرة، منها عمومات رفع الحرج، وكذلك القاعدة المعروفة بأن الحاجة ترفع الكراهة، فإذا كنا محتاجين أن نصلي في المساجد لبرد أو ما شابه ذلك أو لحر فإننا نصلي في المساجد ولا كراهة حينئذ. وفي ذلك حديث لكن فيه ضعفا، حيث جاء عن أبي هريرة أنه أصابهم يوم عيد مطر، فصلى بهم النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد، لكن هذا الحديث فيه ضعف، فلهذا نكتفي بالعمومات التي جاءت في رفع الحرج وفي أن الحاجة ترفع الكراهة. طيب، هل يستثنى من هذا شيء عند الحنابلة؟ نعم، أحسنت، المسجد الحرام، فإنه عند الحنابلة
يصلى عيد صلاة عيد الفطر وعيد الأضحى في المسجد الحرام، قد تقدم مناقشة هذا. قال رحمه الله: ويسن تبكير مأموم إليها. التبكير إلى صلاة العيد أمر مسنون، لكن المؤلف قصره على المأموم دون الإمام، فيفهم منه أن الإمام لا يشرع له أن يبكر، لا يسن له أن يبكر. طيب متى يأتي الإمام؟ يأتي الإمام وقت صلاة العيد، وقت صلاة العيد، يعني إذا وصل فإن أول ما يفعله كما قال ابن عباس رضي الله عنهما أول ما يفعله الصلاة، ولا يجلس في المصلى أو يكبر أو نحو ذلك، هذا مخالف للسنة. مثله أيضا ما تقدم معنا من أن خطيب الجمعة لا يشرع له أن يبكر، وبعض الناس يقول سيفوتني بهذا الناقة يعني البدنة والبقرة إلى آخره، فنقول بل حصلت على خير من ذلك وهو اتباع السنة، هو اتباع السنة. وكذلك الإمام في الفرائض الخمس، فإن السنة أن يأتي وقت الصلاة، ويكون هذا غالب فعله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان غالب فعله هذا، كان هذا غالب فعله. فدائما يا إخوة اتباع السنة هو الأكمل وهو الأفضل، حتى ولو وردت أحاديث في فضائل أعمال معينة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام بحكم كونه إماما أو خطيبا أو ما شابه ذلك لم يأتي بها، فإن الخير في فعله عليه الصلاة والسلام ما دمت مثله. طيب إذن الآن الذي يبكر هو المأموم. ما الدليل على تبكير المأموم؟ يعني نريد دليل على أن المأموم يبكر. عندنا عمومات، فلما سئل عليه الصلاة والسلام عن حب الأعمال فقال الصلاة على وقتها، وفي لفظ أول وقتها، فتبكيره إلى هذا يدخل في هذا الحديث. أيضا قوله تعالى وسارعوا وسابقوا واستبقوا الخيرات، هذه كلها تدل على هذا. وأيضا العمومات التي جاءت في التبكير إلى الصلوات الخمس، فالمأموم حينئذ يدخل في هذا كله. أيضا ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحرصون على التبكير. جاء عند الدارقطني بإسناد جيد أن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه كان يخرج إلى العيدين من المسجد، من المسجد يعني ماذا كان يصنع في المسجد؟ أحسنت، يصلي الفجر، يصلي الصبح، فكان يخرج من المسجد فيكبر يعني في الطريق حتى يأتي المصلى، ثم يكبر حتى يأتي الإمام، حتى يأتي الإمام. من هذا العلم حمل هذا الحديث على ظاهره وقال يستحب أن يخرج الناس من مصلياتهم من مساجدهم، يعني يصلون الصبح وينطلقون مباشرة إلى المساجد. ومن أهل العلم من قال بل هذا يقصد به أن ابن عمر مكث في المسجد قليلا يذكر الله حتى إذا اقترب وقت الصلاة انطلق إلى المسجد. وبعض الناس يقول أنا أؤدي زكاة الفطر في عيد الفطر في الوقت الأفضل وهو بعد الفجر وقبل الصلاة، فكيف نجمع الآن بين هذا وذاك؟ فنقول لا بأس، هو وهو في طريقه يوزع هذه الصدقات ثم يذهب إلى المصلى، هذا على القول بأن التبكير يبدأ من انقضاء صلاة الفجر. فلو قال قائل أنا سأبكر قبل صلاة الفجر، فهل هذا مشروع؟ لا، هذا ليس مشروعا، هذا ليس مشروعا، وإنما المشروع أن يكون التبكير مبتدأ به من بعد صلاة الفجر على قول، أو إذا اقترب وقت الصلاة على القول الآخر، لأن بعض العلم يقول التبكير يبدأ من طلوع الشمس، وبعضهم يقول من انقضاء صلاة الفجر، ولم يقل أحد فيما أعلم أنه من قبل صلاة الفجر. قال رحمه الله: ويسن تبكير مأموم إليها ماشيا. ماشيا يعني غير راكب، يعني الأفضل أن يبكر إليها حال كونه ماشيا، ماشيا هنا حال. ما الدليل على هذا؟ الدليل ما جاء عند الترمذي من السنة أن يخرج إلى العيدين ماشيا، أو أن يخرج يعني المصلي إلى العيدين ماشيا، لكن هذا الحديث فيه ضعف، ومن أهل العلم من يقول له شواهد، وهو يرتقي بهذه الشواهد إلى أن يكون حديثا حسنا. هذا شأن المأموم، فما شأن الإمام؟
قال رحمه الله: ويسن تبكير مأموم إليها ماشيا بعد الصبح، لحديث ابن عمر متقدم. أما الإمام فقال فيه: وتأخر، يعني ويسن تأخر إمام إلى وقت الصلاة. والحديث ما تقدم، وحيث جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول ما يبدأ به الصلاة، فأول ما يبدأ به الصلاة. فدل هذا على أنه عليه الصلاة والسلام يتأخر ولا يأتي إلا وقت الصلاة. قال رحمه الله: على أحسن هيئة، أي يسن أن يكون خروج هذا المصلي سواء كان إماما أو مأموما على أحسن هيئة، أي يلبس أفضل ما عنده من الثياب. فهل على هذا دليل؟ نعم، على هذا دليل، وهو ما جاء عن ابن عمر عن أبيه عمر أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام لما خرج من المسجد ورأى من يبيع عند المسجد، قال: ابتع هذه، يعني اشتريها، ابتع هذه فالبسها للعيد والوفد، فالبسها للعيد والوفد. ففيه دلالة على مشروعية لبس أفضل الثياب، وحتى مشروعية لبس الجديد، لأنه الغالب أن الذي يباع يكون جديدا. طيب، هذا من قول عمر، فكيف جعلناه تشريعا؟ أحسنت، أقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم ينكر عليه. وجاء أيضا بإسناد جيد عند البيهقي أن ابن عمر رضي الله عنه كان يلبس في العيد أحسن ثيابه، وهذا ما يقتضيه معنى العيد. فالعيد كما تقدم يوم فرح وسرور وشكر لله تعالى على ما أتم من النعمة، فعيد الفطر على ما أتم من نعمة انتهاء رمضان وصومه وقيامه، وعيد الأضحى كذلك على ما أتم الله من الوقوف بعرفة للحجاج. فالمقصود يا إخوة أن لبس الجديد دل عليه الدليل النقلي والدليل العقلي، فلبس الجديد وأحسن الثياب دل عليه هذان الدليلان. المؤلف رحمه الله تعالى استثنى يعني استثناء واحدا، فمن المستثنى؟ المعتكف. وهذا في أي العيدين؟ عيد الأضحى ولا عيد الفطر؟ في عيد الفطر. إذن يستحب لكل المصلين مأمومين كانوا أو كان إماما أن يلبس أحسن ثيابه، إلا واحدا، وهو المعتكف. فإن الحنابل يرون أنه يستحب أن يأتي بثوب اعتكافه. لماذا؟ قالوا: لأنها ثياب عبادة، وثياب قد تقرب لله فيها، فكان من المناسب أن يأتي فيها. وبعض الحنابلة رحمة الله عليهم استثنوا من هذا استثناء، يعني قالوا: إلا المعتكف، إلا إذا كان المعتكف ماذا؟ أحسن، إذا كان المعتكف إماما فإنه يشرع له أن يلبس الجديد ولا يستثنى من لبس الجديد. لماذا؟ قالوا: لأنه محل نظر الناس للاقتداء، فلو أتى بثياب رثة وثياب مهترئة للاعتكاف فيها وطول لبسها فإن الناس سيقلدونه على ذلك. كذلك بعض أهل العلم استثنى الإمام الأعظم، يعني حتى لو كان الإمام الأعظم وهو الخليفة أو الملك أو الأمير، إذا كان معتكفا فإنه لا يأتي بثياب اعتكافه، وإنما يأتي بثياب جديدة أو ثياب هي أحسن ثيابه. لماذا؟ لأنه متبوع والناس يقلدونه على لبسه. وعلى كل حال، أصلا استثناء المعتكف أصلا فيه نظر، بل استثناء المعتكف فيه فتنة له، يعني قولنا للمعتكف: اذهب إلى العيد بثياب اعتكافك، فإن فيه ثوب شهرة وفيه فتنة عظيمة، حيث سيداخله العجب، فعندما يلتفت يمنة ويسرة فيرى الناس في أجمل ثيابهم، ثم ينظر إلى نفسه فيرى نفسه قد لبس ثيابا مهترئة وقديمة وهي ثياب اعتكافه، قال لنفسه: الناس سيروني عابدا زاهدا معتكفا. فهذا في الواقع مخالف للنصوص الكثيرة جدا التي جاءت في أن يستر المؤمن أعماله عن الناس قدر الطاقة.
والسلف رحمهم الله لهم في ذلك قصص كثيرة وروايات متعددة. فكان بعضهم إذا قام الليل وأطال البكاء فلا يأتي الصبح إلا وقد اكتحل، حتى لا يعرف الناس أنه كان يبكي طول ليله. ويحدث علي رضي الله عنه أيضا عندما صلى بالناس مرة صلاة الصبح لما كثر التابعون وقل الصحابة، فلما نظر إليهم بعد الصلاة بكى بكاء شديدا، وتذكر حال الصحابة رضي الله عنهم كيف أنهم يبيتون قياما لله، ثم إذا صلوا صلاة الصبح جعل أحدهم رأسه في حجره يبكي على خطيئته، وكأن القوم باتوا غافلين وهم باتوا قائمين. فالمقصود أن إخفاء الأعمال الصالحة هو الأصل. قال الله جل وعلا: إن تبدوا الصدقات فنعم هي، وأن تخفوها فهو خير، يعني أخير وأفضل وأكمل. فلا شك أن الأدلة تعم المعتكف وغيره، فيأتي المعتكف أيضا بثياب جميلة وثياب هي أحسن ثياب. هناك أيضا تعليلات لبعض علماء المذهب، قالوا يأتي بثياب اعتكافه لأنه أصلا سيمكث معتكفا إلى صلاة الصبح، يعني إلى وقت العيد. هذا قول بعض العلماء. بعض أهل العلم يرون أن الاعتكاف لا ينقطع بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وإنما يستمر إلى أن تنقضي الليلة كلها، إلى أن تنقضي الليلة كلها. هذا رأي بعض أهل العلم. فعلى هذا لا يسعه أن يلبس جديدا، لا يتمكن، فسيذهب إلى المصلى من مسجده الذي كان لابسا فيه ثياب اعتكافه. على كل حال يظهر الله أعلم أن الأقرب ما ذهب إليه بعض علماء المذهب، وهو أنه لا يشرع أصلا أن يأتي بثياب اعتكافه، أن يأتي بثياب اعتكافه. وهذا يا إخوة، هذا القول مفروض في الزمن القديم، يوم أن كان الناس ليس لهم من الثياب إلا القليل. اليوم المعتكف أجمل ثيابا من غيره، يأتي الإنسان الله الحمد، وهذا من توسعة الله على خلقه، فتجد المعتكف عنده 3-4 ثياب مكوية ومهيئة، وهي في معتكفه قد علقها، بحيث إذا احتاج إليها غير، وإذا جاء العيد لبس من هذه الثياب، ولله الحمد والمنة. فهذه مسألة أصلا مفترضة قديما، أما اليوم فلله الحمد يعني غير مفترضة أصلا. قال رحمه الله: ومن شرطها استيطان. بعد أن انتهى رحمه الله من ذكر حكم صلاة العيد ووقت صلاة العيد وما يكره وما يسن، شرع في ذكر الشروط، أي شروط الصحة. وأول شرط ذكره هو شرط الاستيطان. شرط الاستيطان أي لا بد أن يكون هؤلاء الذين يريدون إقامة صلاة العيد مستوطنين، فإن كانوا مقيمين أو مسافرين على التقسيم الذي رآه علماء المذهب، وهو أن الناس 3: مسافر ومقيم ومستوطن، فعلى هذا لا يشرع لهم أن يقيموا صلاة العيد أصلا، قياسا على صلاة الجمعة، فإن المقيم وحده، المقيمين وحدهم لا يقيمون صلاة الجمعة، كذلك المسافرون وحدهم لا يقيمون صلاة الجمعة. فهنا أيضا المقيمون والمسافرون وحدهم لا يقيمون صلاة عيد، وإنما إذا وجد من المستوطنين من سيقيمون صلاة العيد فهم يأتون تبعا، كما قلنا ذلك في صلاة الجمعة. ما الدليل على هذا التفصيل؟ الدليل هو حاله عليه الصلاة والسلام، فإنه إذ كان مستوطنا هو وصحابته الكرام رضي الله عنهم وارضاهم كانوا يقيمون صلاة العيد، ولما يسافر لم يكن يقيمها، لم يكن يقيمها عليه الصلاة والسلام في سفره، ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي من بعده الخلفاء الراشدون لم يكونوا يقيمون صلاة العيد في أسفارهم، فدل على أن الاستيطان شرط. والقياس على الجمعة قياس ظاهر وبين، لأن الجمعة عيد أسبوعي، وصلاة عيد الأضحى وعيد الفطر عيدان سنويان، فالمقصود أن هذا القياس قياس صحيح، فيقال لا يصلي المقيمون وحدهم ولا المسافرون وحدهم صلاة العيد. قال رحمه الله: لا، قال: وعدد الجمعة. كذلك عدد الجمعة دليله القياس،
أي كما اشترطنا، يعني الحنابل يقولون هذا، يقولون كما اشترطنا الأربعين لصحة صلاة الجمعة فكذلك نشترطها في صحة صلاة العيد. وقد تقدم ذكر هذه المسألة بالتفصيل، وأن الراجح أننا لا نشترط أربعين، وأنه يكفي ثلاثة، خطيب واثنان. فكذلك هنا يكفي ثلاثة، لو وجد ثلاثة مستوطنون فإننا نقول لهم يلتزمكم صلاة العيد، لأن العدد على الصحيح لا دليل عليه، يعني لا دليل صريحا صحيحا عليه. قال لا إذن إمام، أو لا إذن إمام، أي لا يشترط إذن إمام، أي لا يشترط أن يأذن الإمام الأعظم في إقامة صلاة العيد، قياسا أيضا على صلاة الجمعة، قياسا على صلاة الجمعة، لا سيما وإذا كان الراجح أن صلاة العيد فرض عين، أن صلاة العيد فرض عين، فحينئذ يكون هذا من أسباب الترجيح. قال رحمه الله ويسن أن يرجع من طريق آخر. لو قال قائل كان الأحرى بالمؤلف أن يجعل المسنونات معا، وأن يجعل المشترطات معا، وأن يجعل المكروهات معا، فلماذا الآن فرق بين المسنونات، ذكر سنية التبكير إليها ثم ذكر الشروط ثم رجع مرة أخرى ليذكر السنن، فما رأيكم يا أخوة، هل هذا في محله أو نعتذر للمؤلف؟ تفضل. نعم أحسن، هو الآن يسرد سردا تاريخيا لما يصنعه المصلي، فبدأ مع المصلي في أول الأمر ذكر الوقت لأنه يحتاجه قبل وقت الصلاة، ثم بعد ذلك ذكر المكان، هذا كله يحتاجه قبل الصلاة، وكذلك ذكر ما يكره من كونها في جامع ونحو ذلك، ثم بعد هذا بدأ الآن بسرد ما يعمله المصلي أو مريد صلاة العيد، فماذا قال؟ ويسن تبكير ثم المشي وهكذا إلى أن قال ومن شرطها استيطان، لأن هذا يحتاج أثناء صلاة العيد، يحتاج أن يتأكد من أن الموجودين مستوطنون وأن عددهم عدد الجمعة على المذهب. ثم بعد ذلك إذا انتهت صلاة العيد كان من المناسب أن يذكر ما يسن بعدها، ما يسن بعد صلاة العيد، فيعتذر للمؤلف بهذا بأنه أراد السرد التاريخي لما يفعله المصلي، يعني السرد الوقتي لما يفعله المصلي. فقال ويسن أن يرجع من طريق آخر، يعني أنه يسن له إذا ذهب من طريق إلى صلاة العيد أن يعود من طريق ثان ولا يأتي من نفس الطريق. وهل لهذا دليل؟ العلماء رحمة الله عليهم ذكروا دليلا نقليا وذكروا أخرى عقلية، يعني تعليلات. أما الدليل النقلي فما جاء عن جابر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق، كما في البخاري كان إذا كان يوم العيد خالف الطريق. ثم بعد ذلك العلماء يذكرون بعد الدليل النقلي يذكرون تعليلات عقلية أو حكما استظهروها لما أرادوا أن يفسروا فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يخالف يذهب من طريق ويعود من طريق. فمنهم من قال فعل هذا حتى يرضي أهل الطريقين، يعني أراد أن يرضي أهل الطريقين فيأتي يعني من طريق ثم يعود من طريق. ومنهم من قال حتى يحصل له فضيلة السلام على الجميع، لأنه يوم عيد، وسيأتي في آخر مبحث الصلاة أنه يشرع يعني أن يحيي بعضهم بعضا، يدعو بعضهم لبعض، فكان من المناسب أن يمر عليه الصلاة والسلام على أكبر قدر ممكن، فيذهب من طريق ليسلم عليهم ويعود من طريق ليسلم على قوم آخرين. ومنهم من قال بل لأنها شعيرة ظاهرة، فمن المبالغة في ظهورها أن يكون الناس يذهبون من طريق ويعودون من طريق. ومنهم من قال لإغاظة المنافقين، فالمنافقون قد يكون بعضهم في طريق وبعضهم في طريق آخر، فحتى يغاظ المنافقون، ومن يقاس عليهم من أهل الملل الأخرى إن كانوا يبغضون هذه الشعيرة منا فنفعل هذا. على كل حال ما دام النص ثابتا
فلا يعنينا بعد ذلك التعليلات أو الحكم، ما تعنينا. يعني الحكمة الكبيرة هي فعله عليه الصلاة والسلام، فعلها نفعلها. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقد تكون هذه الحكمة المذكورة كلها صحيحة، المقصود أنه إذا ثبت النص فحسبنا به. قال رحمه الله: ويصليها ركعتين قبل الخطبة، يعني يسن أن يرجع من طريق آخر، ويسن أيضا قال ويصليها ركعتين قبل الخطبة. هل هذا داخل في السنية؟ يعني قبل الخطبة داخل في السنية، أو أن هذا يعني أو أن هذه جملة مستقلة؟ يظهر أنها جملة مستقلة، يظهر أنها جملة مستقلة، وعلى هذا يكون يعني صنيع المحقق في الكتاب لما جعل يعني العنوان ويسن ثم فرع عليها يرجع من طريق آخر ويصليها ركعتين، يبدو أن هذا الصنيع غير مناسب، وكان الأولى أن يجعل ويسن في سطر واحد، ويسن أن يرجع من طريق آخر. انتهت الآن المسنونات التي يريد أن يذكرها الآن. ثم قال ويصليها، هذا شروع من المؤلف في ذكر ماذا؟ في ذكر صفتها. وهناك احتمال آخر أنه يقصد التقديم، يعني يسن أن يبدأ بالصلاة قبل الخطبة، وهذا الاحتمال الآخر هو الذي يميل إليه المحقق، والذي يميل إليه المحقق، يعني كأنه يقول يسن أن يقدم الركعتين على الخطبة، فكأنه لا يرى بأساً بأن تقدم الخطبة على الركعتين، لكن السنة خلاف ذلك. ما رأيكم أنتم، الأول ولا الثاني؟ تفضل. جميل، لكن هذا يعني اعتذار جيد للمحقق، لكنه جعلها عنصرا آخر شبيها بالعنصر المتقدم، فكأنه يشعر بأن التقديم، تقديم الصلاة على الخطبة غاية ما فيها السنية. ويظهر الله أعلم أن الأصوب الأول وهو أن لا نجعل ذلك من قبيل السنة. وتعلمون فعل أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مع من خالف، يعني جعلوا السنة في سطر مستقل، وثم بعد ذلك نقول إن المؤلف أراد أن يشرع في صلاة العيدين، هو الأولى والله أعلم. تفضل شيخ. التقديم والتأخير، نعم، لكن الصواب أنها ليست كذلك. قال رحمه الله ويصليها ركعتين قبل الخطبة. شرع الآن المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر صفة صلاة العيد. أولا، ما الدليل على قضية التقديم والتأخير؟ الدليل حديث أبي سعيد الذي أسلفت به قبل قليل، وإنكاره على مروان عندما قدم الخطبة على الصلاة حتى يستمع الناس لها، وكذلك الدليل ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه في الحديث المتفق عليه، قال صليت مع النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر، فكانوا يصلون قبل الخطبة، فكانوا يصلون قبل الخطبة، فهذا فيه دليل ظاهر على تقديم الصلاة على الخطبة. قال يكبر في الأولى، إذن يستحب ويسن له أن يكبر في الأولى بعد الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستا، أي فتكون هذه التكبيرات مع تكبيرة الإحرام سبعا، فتكون معها سبعا. يكبر أولا تكبيرة الإحرام، ثم يستفتح، وقبل أن يتعوذ ويقرأ الفاتحة يكبر. فجعل هنا الاستفتاح متى؟ جعل الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام وقبل التكبيرات الست، وقبل التكبيرات الست، وجعلها قبل التعوذ. فلما فرقوا هذا التفريق؟ لماذا لم تكن التكبيرات الست بعد التعوذ أيضا؟ هذا ظاهر، لأن التعوذ نعم، التعوذ هو مقدمة للقراءة، الاستعاذة هي مقدمة للقراءة، ومن ثم تلحق بالقراءة، فقطعا لا تكون التكبيرات الست بعد التعوذ وقبل القراءة، هذا فصل بين ما حقه الوصل. طيب، المسألة الأخرى
هل نوافق المؤلف في أن تكون التكبيرات الست بعد دعاء الاستفتاح أو لا؟ ما رأيكم؟ يعني هل مثلا يكبر التكبير الإحرام الله أكبر ثم يدعو دعاء الاستفتاح حتى إذا انتهى كبر الست؟ ما صنع الناس اليوم أنهم يستفتحون ثم يتمون الست، أو يسردون السبع سردا ثم يستفتحون؟ يسردون الثاني، يسردون السبع سردا ثم يستفتحون. فصنيع الناس خلاف المذهب، لا خلينا نقول المذهب، إلى الآن ما ثبت الناس سنة، صنيع الناس اليوم خلاف المذهب. فمذهب الحنابلة أنك تكبر تكبيرة الإحرام ثم تستفتح، ثم بعد ذلك بعد أن تنتهي من دعاء الاستفتاح تكبر التكبيرات الست، ثم تستعيذ وتقرأ الفاتحة وما بعدها. فدعونا الآن نستظهر بعض الأدلة في قضية التكبيرات، وهل يفهم منها أن نجعل الاستفتاح بعد الإحرام وقبل الست أو لا؟ جاء عند ابن أبي شيبة من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن ابن عباس ذاته كان يكبر في العيدين سبعا، في الأولى فيهن تكبيرة الافتتاح، في الأولى فيهن تكبيرة الافتتاح، وهذه ينبغي أن ننتبه لها، الافتتاح، ويكبر في الآخرة ستا مع تكبيرة الانتقال. إذن فهمنا من هذا، من صنيع ابن عباس رضي الله عنه، أنه كان يكبر في صلاة العيد سبع تكبيرات في الركعة الأولى، من ضمنها تكبيرة الافتتاح، ويكبر في الآخرة يعني في الركعة الثانية ست تكبيرات معها تكبيرة الانتقال، مع تكبيرة الانتقال. وهذا الحديث موقوف على ابن عباس عند ابن أبي شيبة. الحديث الآخر ما جاء عند أبي داود بسند صحيح أيضا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التكبير يوم الفطر سبع في الأولى وفي الآخرة خمس، يعني في الركعة الثانية خمس، في الركعة الثانية خمس. هل يفهم من هذين النصين ما ذكره المصنف من أن نفصل بين التكبيرات الإحرام والتكبيرات الست أو لا؟ أما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد هذا، وأما في فعل ابن عباس فربما وهم بعض الناس من قوله مع تكبيرة الافتتاح، فظن أن الاستفتاح تابع لتكبيرة الإحرام. الفيصل في هذا والله أعلم أن نعود إلى أصل مشروعية دعاء الاستفتاح، وأظهر حديث فيه حديث من؟ هذا قد مر معنا، أحسنت، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فإنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن سكوته، ماذا قال أبو هريرة؟ ذكر أن السكوت بين التكبير والقراءة، أحسنتم، بين التكبير والقراءة. فبأبي أنت وأمي يا رسول الله ما سكوتك هنيها بين التكبير والقراءة، أو كما قال أبو هريرة رضي الله عنه. فيفهم منه والله أعلم أن دعاء الاستفتاح بينهما، أي بين التكبير والقراءة، وهذا ظاهر في تكبيرة الإحرام وانتهينا منه. بقي معنا بقية التكبيرات، هل بقية التكبيرات ألصق بتكبيرة الإحرام أو ألصق بالقراءة؟ ما رأيكم؟ بتكبيرة الإحرام، هي ألصق بتكبيرة الإحرام، وعلى هذا فالأقرب والله أعلم أن يسرد التكبيرات السبع ثم بعد ذلك يستفتح ويستعيذ ويقرأ الفاتحة، هذا هو الأظهر. فصنيع الناس اليوم هو الأقرب للسنة والله أعلم. إذن الصواب خلافا للمذهب أن تكبر التكبيرات السبع سردا ثم بعد ذلك تسكت لدعاء الاستفتاح لعموم نص حديث أبي هريرة، ثم تستعيذ وتقرأ الفاتحة، هذا هو الأظهر والله تعالى أعلم. قال رحمه الله: يرفع يديه مع كل تكبيرة. يرفع يديه مع كل تكبيرة أي مع تكبيرة الإحرام ومع التكبيرات الست التي بعدها في الركعة الأولى، وكذلك التكبيرات التي تكون في الركعة الثانية، كلها يرفع يديه فيها. وهذا محل نزاع بين العلماء، محل نزاع بين العلماء. وأما دليل علماء المذهب فقد استدلوا بما جاء عند أبي داود بسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع
مع التكبير، مع التكبير. وهذا طبعا هذا حديث عام يدخل فيه صلاة العيد، في تكبيرة الانتقال في صلاة العيد. يقول الإمام أحمد رحمه الله: أرى أنه يدخل فيه هذا كله، يعني التكبيرات كلها، يعني التكبيرات كلها تدخل في هذا النص. أيضا أصرح منه ما جاء كذلك عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفعهما عند كل ركعة وتكبيرة قبل الركوع، كل تكبيرة قبل الركوع، فتدخل ويدخل في ذلك تكبيرات الانتقال كلها. فهذا هو الأقرب. ولو فتشنا كتب الحنابلة المطولة لرأينا فيها نقلا جميلا لابن قدامة رحمه الله عندما نقل هذا عن ابن عمر، قال: ولا يعلم له مخالف من الصحابة. فكأنه يقول بأن هذا حجة، بأن هذا حجة، لأنه لم يعلم له مخالف من الصحابة. وهناك قول آخر في المسألة، وهو أنه لا يشرع رفع الأيدي أثناء التكبير، وهذا مذهب الحنفية كما هو معلوم، وكذلك بعضهم نسب هذا إلى بعض المالكية، لأنه لا يرفع يديه أثناء التكبيرات. والأقرب والله أعلم مذهب الجمهور، مذهب الحنابلة والشافعية ومن معهم من بعض المالكية، من أنه ترفع الأيدي لما جاء عن ابن عمر من النص المتقدم. طيب، هل يقول شيئا بين هذه التكبيرات أو يكبر فقط ويسكت، يعني الله أكبر الله أكبر، أو يقول الله أكبر ثم يذكر ذكرا معينا بين التكبيرات؟ أما علماء المذهب فقد ذكروا أنه يشرع له أن يأتي بذكر معين، ولهذا قال: ويقول الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا، وإن أحب قال غير ذلك، وإن أحب قال غير ذلك، يعني يقصد بين التكبيرات، بين التكبيرات. ما دليلهم على هذا؟ دليلهم على هذا فعل بعض الصحابة، فإنه جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان بين كل تكبيرتين يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان بين كل تكبيرتين يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومنهم من قال بناء على القاعدة المعروفة أن الصلاة لا سكوت فيها، أن الصلاة لا سكوت فيها، فهو يكبر ثم يذكر هذا الذكر ثم يكبر وهكذا. وقوله: وإن أحب قال غير ذلك، يعني قال غير هذا الذكر، يقول أو قال الشراح كأن مثلا يقول سبحان الله، أو يقول مثلا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا، فيأتي بثناء أو تحميد غير ما ذكره المصنف. لماذا؟ قال: لأن ما نقل عن ابن مسعود عام، قال يحمد الله فتحمد الله بأي حمد، ويثني عليه تثني عليه بأي ثناء، ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام سواء الصلاة يعني التي ذكرها المصنف أو غير ذلك. والقول الآخر أن هذا لا يشرع، أنه لا يشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصنعه، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا، ما نقل عنه أنه كان يحمد وكان يثني وكان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين التكبيرات. وهذا هو الأظهر والله أعلم، لكن لا ينكر على من فعل ذلك، لأن السند ثابت إلى ابن مسعود في فعل هذا وفي قوله، فيكون متبعا لصحابي جليل. لكن الأحب والله أعلم والأقرب إلى السنة أن لا يفعل هذا. ثم إن الظاهر من سنته أنه كان يسردها سردا، أنه قال فكبر سبعا، فلو أنه ذكر هذا الذكر لنقل، وهذا يخالف في الظاهر السرد الواردة في الحديث. فلو قلت الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، سبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على النبي وآله إلى آخره، ثم قلت الله أكبر، لم أطبق ما ثبت أنه كان يكبر سبعا أي سردا. فالأظهر والله أعلم ألا يفعل هذا. قال رحمه الله: ثم يقرأ جهرا. الجهر يا إخوة ثابت في صلاة العيد،
وثبوته من حيث إن الصحابة نقلوا ما قرأ، ولو كان يقرأ سراً فكيف سيعرفون؟ ولهذا جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الفطر بقاف واقتربت. ما معنى اقتربت؟ يعني سورة القمر، فكان يقرأ في الفطر والأضحى بقاف واقتربت، فهذا فيه دليل على أنه كان يجهر عليه الصلاة والسلام. أيضا جاء أنه كان يقرأ بسبح والغاشية أيضا، فنقل الصحابة عنه ما كان يقرأ فيه دلالة على أنه كان عليه الصلاة والسلام يجهر بالقراءة. لكن لو أسر الإنسان فصلاته صحيحة ونقول خالف السنة، إلا أن يكون لعذر كأن يكون به مثلا مرض أو نحو ذلك، أو أصابته كحة أو بحة أو ما شابه ذلك فأسر، فصلاته صحيحة لكنه خالف السنة. قال: ثم يقرأ جهرا في الأولى بعد الفاتحة بسبح وبالغاشية في الثانية، فإذا سلم خطب خطبتين كخطبتي الجمعة كخطبتي الجمعة، يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع. المصنف رحمه الله تعالى يذكر أنه إذا انتهى من الصلاة فإنه يقوم ويخطب بالناس خطبتين، قال كخطبتي الجمعة، هنا صرح بالقياس أي قياساً على خطبتي الجمعة، وكذلك يفهم منه أنها كخطبتي الجمعة فيما يشترط، أنها كخطبتي الجمعة يعني فيما ذكر سابقاً من أنه يكون فيها الوصية بتقوى الله وتقرأ آية إلى آخره. وقد ذهب إلى هذا عامة العلماء، عامة العلماء على ذلك، ومن أهل العلم من قال إنما يستفتح أو إنما يخطب خطبة واحدة فقط، يخطب خطبة واحدة، واستدلوا على ذلك ببعض الأدلة المحتملة. الآن سنأتي ببعض الأدلة ونستنبط منها الخطبتين ونستنبط منها الخطبة. من ذلك ما جاء في سنن أبي في سنن سعيد المنصور عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة رضي الله عنه قال: يكبر الإمام إذا صعد المنبر يوم العيد قبل الخطبة الأولى تسع تكبيرات، وقبل الثانية سبع تكبيرات. هذا الحديث يفيد أن الخطبة كم؟ نعم، أنها خطبتان. وكذلك الحديث الآخر، خرج النبي عليه الصلاة والسلام حديث جابر في فطر أو أضحى فخطب قائما ثم قعد قعدة ثم قام، يفهم منه أيضا أنه خطب خطبتين. لكن يشكل عليه أن هذا الحديث ضعيف، لأن فيه أبا بحر ابن إسماعيل ابن مسلم، لأن فيه أبا بحر وفيه أيضا إسماعيل بن مسلم وهما ضعيفان. وأما الحديث المتقدم حديث عبد الله أو حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة هو أصح منه لكنه مرسل. لكن عند التأمل وتعقب كلام أهل العلم كلام أهل العلم يظهر أن عامتهم ذكروا أنه يخطب خطبتين، عامة أهل العلم ذكروا أنه يخطب خطبتين. وفي ظني أن القياس على صلاة الجمعة يعني له وجاهة، لو قيل إن الجمعة لها خطبتان فكذلك العيد، لأن صلاة العيد تشترك مع الجمعة في كونهما عيدين، هذا عيد وهذا عيد. أيضا بعض أهل العلم استدل بما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه، وهذا ثابت سندا في البخاري وفي مسلم، قال: شهدت صلاة الفطر مع نبي الله وأبي بكر وعمر وعثمان كلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب فنزل، يعني كان يخطب فينزل، فنزل نبي الله أي مما ارتقاه، سواء يعني نزل من منبر أو نزل من أكمة أو شيء مرتفع، قال: كأني أنظر إليه يجلس الرجال يشير بيده ثم أقبل يشقهم حتى أتى النساء. الحديث المعروف حديث ابن عباس الذي فيه أنه عليه الصلاة والسلام خطب الرجال خطبة ثم بعد ذلك شق الصفوف إلى أن وصل إلى النساء هم في مؤخرة المصلى ثم خطبهن خطبة أخرى. فهذا الحديث
من أهل العلم من قال فيه الدلالة على خطبتين، خطبة للرجال وأخرى للنساء، ومنهم من قال إذا كانت خطبة الرجال يسمعها النساء كما هو اليوم فإننا نكتفي بخطبة واحدة. وضحت لكم يا أخوة الدلالة؟ فإننا نكتفي بخطبة واحدة. فالحديث هذا محتمل، وإن كان قد استدل به أيضا أصحاب القول الأول وهم عامة العلماء على أن الخطبة أو على أنه يشرع الخطبتان لصلاة العيد. والأقرب والله أعلم ما ذهب إليه عامة العلماء من أنه يشرع خطبتان، من أنه يشرع خطبتان. طيب هل نقول يشرع خطبتان وخطبة ثالثة للنساء؟ لا، وإنما الخطبة الثانية ينبغي أن يجعل نصيبا منها وافرا للنساء حتى وهو في مكانه. فلو قيل طيب النبي عليه الصلاة والسلام انتقل إلى مكان النساء، فنقول هذا لا يقصد لذاته، لأن مقصوده عليه الصلاة والسلام إيصال صوته إلى النساء. فلو وصل أنت مكانك على منبرك لكفى ذلك، ولا نحتاج أن نقول تتحرك إلى أن تذهب إلى مصلى النساء وتخطب هناك الخطبة الثانية. نأتي الآن إلى المسألة الثانية وهي قضية التكبيرات، هل يستفتح بالتكبير أو يستفتح بغيره؟ أيضا عامة العلماء على أن الخطيب في صلاة الجمعة يستفتح بالتكبيرات. فأول ما يبدأ الخطبة يبدأ بالتكبير، فيكبر كم؟ 9 تكبيرات. وفي الخطبة الثانية يبدأ أيضا بالتكبير ويكبر كم؟ 7 تكبيرات. ترون أن هذا يعني نوع تحديد فيحتاج إلى نص، فما النص على ذلك؟ قالوا النص على ذلك حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة المتقدم، وقد ذكرنا سابقا أن هذا الحديث وإن كان أقوى من الحديث الذي قبله لكنه حديث مرسل، والأصل في المرسلات أنها من قبيل الضعيف، هذا الأصل. ومع هذا أخذه عامة العلماء، على أنه خطبة العيد تختلف عن خطبة الجمعة في هذا، وهو قضية التكبيرات. أما شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وكذلك ابن القيم رحمه الله تعالى ومال إليه شيخ العثيمين رحمه الله تعالى أنه يشرع أن تستفتح خطبة العيد بما يشرع أن تستفتح خطبة الجمعة وبقية الخطب، وهو بماذا؟ بالحمد. أحسنتم، فقالوا يشرع أن تستفتح بالحمد له، فتقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه كما أنك تقول هذا في سائر خطبك. واستدلوا بالعمومات الواردة في هذا، لكن يا إخوة يعني الذي يقوي القول الأول هو كونه قول عامة العلماء، وأيضا يعني استمرار الناس في هذا منذ عهد الصحابة إلى يومنا أنهم يخصون صلاة أو خطبة العيد بالتكبير، ولعله أيضا يدخل هذا في عموم الأمر بالتكبير في العيد، كما قال الله جل وعلا في آخر آية الصيام أو قال في أثناء آية الصيام عندما تحدث عن عندما ذكر جل وعلا شكره على نعمه ماذا قال؟ ولتكبروا الله على ما هداكم. فالظاهر أن التكبير مختص بصلاة بخطبة العيد، فالأظهر والله أعلم أنه يكبر، هذا هو الأظهر. وضعف الأحاديث نقول يجبر بعضها بعضا، ويسنده ويعضده فعل العلماء، وأيضا يسنده أنه اختيار عامة العلماء، فالأظهر والله أعلم أنه يكبر. ومن بدأ بالحمد بناء على ترجيح رأي شيخ الإسلام فلا بأس بذلك. قال رحمه الله يحثهم في الفطر على الصدقة ويبين لهم ما يخرجون. شرع الآن رحمه الله تعالى في ذكر ما الذي يقوله الخطيب أثناء خطبة عيد الأضحى وعيد الفطر. أما الفطر فقال يحثهم على الصدقة ويبين لهم ما يخرجون. هل هنا فائدة من ذكر هذا؟ هل هنا فائدة من أن يبين لهم الفطر؟ تفضل. كيف صلاة الفجر؟ نعم، يعني كأن صدقة الفطر ممتدة لما بعد الصلاة، ولا هذا صحيح أو تنتهي بالصلاة؟ نعم، القول الأظهر أنها تنتهي بالصلاة، والأدلة في ذلك كثيرة. وعلى هذا ف
فحث الناس على صدقة الفطر في خطبة عيد الفطر يبدو أنه أمر لا فائدة منه. فإن قيل ألم يكن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة عيد الأضحى يحث الناس على الأضحية وهي أعظم عمل في ذلك اليوم؟ فكذلك نقول لخطيب صلاة عيد الفطر حث الناس على الفطر للقياس. هل القياس صحيح يا أخوة؟ لا، القياس غير صحيح، القياس غير صحيح. لماذا؟ أولاً لأنه ثبت أنه حثهم عليه الصلاة والسلام على الأضحى، على الأضحية في عيد الأضحى، ولم يحثهم على الفطر في عيد الفطر، ونحن وقافون مع النصوص. ثانياً، إن في حثه عليه الصلاة والسلام على الأضحية في عيد الأضحى ظاهر، لأنه أصلاً إنما يبدأ وقت الأضحية بعد العيد، بعد صلاة العيد. وأما حثهم على صدقة الفطر أثناء عيد الفطر، أثناء خطبة صلاة عيد الفطر، فهذا أمر لا فائدة منه، لأن وقته قد انقضى وانتهى. قال رحمه الله: ويرغبهم في الأضحى في الأضحية ويبين لهم حكمها. الدليل على هذا ما جاء في البخاري ومسلم من حديث جابر: شهدت يوم العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس إلى آخره. ثم مضى إلى النساء فوعظهن وذكرهن وقال: تصدقنا. هذا حديث على ما تقدم من قضية الفطر، وقد تبين أن هذا ليس فيه ذكر صدقة الفطر بخصوصها، وإنما هو ذكر الصدقة العامة، ولا يصلح دليلا لصدقة الفطر لعدم المناسبة. أما حديث الأضحى فهو ما جاء من حديث البراء، من فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته في صلاة عيد الأضحى: من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. فهذا قاله متى؟ قاله في خطبة صلاة عيد الأضحى. لعلنا نتوقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. تفضل. بالنسبة للمأموم يكبر بقدر ما يسمع نفسه فقط كسائر التكبيرات في الصلاة، لكنه لا يشوش على من حوله، فلا يجهر المأموم، وإنما الجهر للإمام. نعم، والله أعلم.